أهلا بكم من جديد إلى الأسواق العربية. أصدرت بحوث المجموعة المالية هيرمس من خلال دراستها البحثية السنوية للعام 2016 10 تحديات تسيطر على أسواق الأسهم في دول منطقة الشرق الأوسط، أهمها شح السيولة وأسعار النفط. للمزيد حول النزعات التي سنشهدها في عام 2016 ينضم إلينا مباشرة من القاهرة السيد وائل زيادة، رئيس البحوث في المجموعة المالية إرمس. أهلا بك أستاذ وائل، شكرا لانضمامك إلينا. نريد أن يعني نتعرف معكم عن توقعاتكم لعام 2016 بالنسبة لأسواق المنطقة، أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هناك طبعا عدد من الثيمز أو النزعات التي نعرف بأنها طبعا ستكون قوية في عام 2016 عالميا، منها شح السيولة، منها ارتفاع نسبة الفوائد عالميا، منها بقاء مستويات أسعار النفط منخفضة. فبالتالي ما هي توقعاتكم لأسواق الأسهم في المنطقة من حيث العائد المرتقب لعام 2016 وأيضا من حيث السيولة المرتقبة أيضا؟ هل ستبقى ضعيفة كما شاهدناها في العام الجاري؟ طيب، أشكر حضرتك على هذه الأسئلة. خليني أبتدي بنقطتين. النقطة الأولانية، إحنا كما تعودنا في المجموعة المالية هيرمس في هذا الوقت من العام إحنا بنطلق التوقعات السنوية للعام المقبل، وبنرصد بعض التحديات والفرص في محاولة إن إحنا يعني نسلط الضوء على أهم أو أحسن الفرص الاستثمارية. وبالتالي احنا دايما جرت العاده ان احنا بنبدا من الجلوبال سيتنج او الوضع الاقتصادي العالمي، ومن خلاله بنبتدي ان احنا نحاول نستنبط اهم التحديات واهم الفرص للمنطقه العربيه. يمكن يعني علشان طبعا مش هقدر، لن يسعني وقت البرنامج ان انا اتكلم على العشر تحديات بالتفصيل، ولكن زي ما حضرتك قلت شح السيوله وارتفاع معدل الفائده في امريكا هيكون ليها اثر كبير اولا على حركه السيوله عالميا. احنا نعتقد ان ما بدا في 2015 من خروج السيوله من الاسواق الناشئه الى الاسواق المتقدمه او الديفلوب ماركت هيستمر، او اسواق المتقدمه هيستمر وهيكون في تسارع. دي النقطه الاولى. ارتفاع سعر الفائده الامريكيه هيتتبعه طبعا بعض السياسات النقديه في المنطقه العربيه، ولكنها لن تكون كافيه ان هي تحد من خروج السيوله. نمرة ثلاثة، ارتفاع الدولار لا يخدم أسعار النفط التي تدنت إلى مستويات أعتقد قياسية منذ عام 2008 و2006 في بعد اجتماع الأوبك الأخير. أستاذ وائل، بس توقعاتكم للتوتال ريتيرن يعني بالنسبة ل 2016 لأسواق الأسهم ما هي؟ في ضوء ما ذكرته، احنا التوتال ريتيرن المتوقعين وهيكون في حدود 10% اللي رصدناه للمنطقه العربيه. التوتال ريتيرن دوت مقسوم الى حاجتين. الحاجه الاولانيه 5% من هذا الريتيرن هياتي عن طريق التوزيعات النقديه، و5% او في حدود ال 5% هياتي عن طريق الارتفاع في اسعار الاسهم في المتوسط. طيب استاذ وائل، بالتالي يعني انتم لربما ستبحثون عن هذا العائد في 2016 لربما قطاعات دفاعيه غير مرتبطه بالدوره الاقتصاديه وذات عائد، يعني توزيعات مستقره ومرتفعه. ما هي هذه القطاعات اذا بدنا نتحدث سيكتور الوايز بالنسبة لأسهم المنطقة في 2016؟ احنا عندنا القائمة بأفضل 20 أسهم في المنطقة العربية. القائمة ديت يمكن كان السنة اللي فاتت تفوقت على متوسط أسعار الأسهم في المنطقة العربية بنسبة 9%.
وهذه القائمة شملت بعض القطاعات منها البنوك والقطاعات الصناعية وبعض القطاعات الاستهلاكية والاتصالات. يمكن هي احنا بندور في هؤلاء يعني في الاربع قطاعات دول بشكل رئيسي، وبندور في القطاعات اللي عندها قدره على التوزيعات النقديه الكبيره. ولو احنا النهارده قسمناها هنلاقي ان بالطبع القطاعات الصناعيه والماليه بتحظى بحوالي 50 او 60% من حجم التوصيات، يليها بعد كده هو قطاع الاتصالات والقطاعات الاستهلاكيه. أنتم بالنسبة للقطاع البنكي يعني لا تعطوا نظرة إيجابية في 2016، في حين أنه قطاع البتروكيميكلز ترون بأنه العام 2016 قد يكون أفضل من المتوقع، لو توضح لنا نظرتكم للقطاعين. القطاع البنكي هيبقى عنده أو في المنطقة العربية أول حاجة تقييماته حاليا مش بنفس المستويات المغرية التي رأيناها في مطلع العام السابق. نمرة 2، تحديات السيولة هتأثر على النمو في هذا القطاع، ويمكن احنا حتى بدأنا نشوف دوت في المملكة البنوك في المملكة العربية السعودية. رقم 3، ارتفاع معدل الفائدة هيكون ليه أثر على هوامش الربحية في البنوك، وبالتالي لم نجد أكثر من بنك أو في كل بلد من بلاد المنطقة العربية اللي احنا حسينا ان هو ممكن يدي عائد، ويمكن ما كانش بسبب نظرة متفائلة على القطاع على أكثر ما هي كانت انخفاض تقييم لهذا البنك. قطاع البتروكيماويات الحقيقة انخفض بشكل كبير جدا متأثر بما يحدث في أسعار النفط، إلى أن وصلت التقييمات لأسعار أعتقد يعني مغالى فيها في الانخفاض، وبالتالي جاءت على رأس هذا التوصيات. زي ما قلت الفترة القادمة وبالأخص لو حصل تباطؤ شديد في النمو في الصين هتكون فيها تحديات أكثر منها فرص، وبالتالي احنا بنغير الاستراتيجية ان احنا ندور على او نبحث عن اسهم منخفضة السعر لديها قدرة على اعطاء عائد مميز نقدي وبالتالي ارتفاع رأس مالي. طبعا يطول الحديث ويعني ياريت يكون عندنا وقت أطول لمناقشتها بالنسبة للعام المقبل، بطبيعة الحال لن تكون سهلة وستكون سنة صعبة في الأسواق المالية. أشكرك جزيل الشكر سيد وائل زيادة رئيس البحوث في المجموعة المالية هيرمس، حدثنا مباشرة من القاهرة.